لأن بلاد بلاد ويعيش حياته فيها عيشان. وجهد تسحيح هذا في الرحل زافر ماشية الخربة راشية والنية راها خافية. ولادك في الرحل زوالي في وسط العافية نيران وقادية سبيلات ورق وغادية. فرتو في السلس بيزول حبس قع الأحرار محكومين سابت الرخص تيلس برش وصلاطين. زلق الفاس وشف الراش من رايح فينا وين يد بلفاس متحب بالناس حامي تعس الرقين. كنت شفض روحك ماشي خير شايفيني غطى غطير يجي نهارك انت وتحير الشعب زعف والحقد كبير. يا لا لا لو يا لا لا المحي عيش للاستفلال البلاد بلاد وعيش حياته فيها يسال. يا لا لا لو يا لا لا الدور ويدور الحال انا ربل وانت تتبع العقل وبالي. يا لا لا لو يا لا لا المحي عيش للاستفلال البلاد بلاد وعيش حياته فيها يسال. ما تخرج لي ما نسمع بيك مدنية إرادة شعبية عندي هوية عربية مزيدية. مدنية إرادة شعبية عندي هوية عربية مزيدية. وقت الدبان يحب الأخوان يفرح وفايق بيك شيات اللي عبدو في القادر رب يعبدو فيك. ما تحكي ليش متوسوس مش ما تطبعنيش للبوت ما عدت استرفى الصحي رأي تسربع في المقرور. أنا المربوط يوش تثبت تليفون وحلم قلب ضربك لحيط لون سجراهم ديون راهو مغبون راهو مطحن حيث انطاهم سيستم معفون. يا 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 حيث وارب اندارك عفيون غارب في ديون دي استمر هون. يا السلام عليكم زول فلاون، مرحبا بكم. تحية طيبة مشاهدينا في ملفنا الحقوقي اليوم. نسلط الضوء على فئة من الضحايا، ضحايا العنف وضحايا القمع خلال فترة الحراك الشعبي السلمي، حراك المبارك اللي سماه تبون وجماعته، وهم المصابون في أعينهم لزيبورنيي دو حراك، حيث يعاني العشرات من الجزائريين الشباب الجزائريين من أثر هذه الإصابات في أعينهم مما أفقدتهم نسبة كبيرة من النظر. والحد ولحد الساعة يعني المحامون تاعهم يقولوا بأن السلطات لم تعترف بهم ولم تعترف بهذه الإصابات الخطيرة.
فما بالك بتعويضهم ماديا؟ وقبل 3 أيام مشاهدينا الكرام يعني احتفل العالم وسخرنا حصص هنا في المغاربية لليوم العالمي لحقوق الإنسان، وجدير إذن اليوم أن نتحدث عن هذه الفئة المهمشة وهؤلاء الضحايا الذين لم يسلط الإعلام الجزائري للعموم ولا الخاص الضوء عليهم، بل تجاهلهم تماما كما يتجاهل معظم القضايا التي تخص الشعب الجزائري أو تخص الأمة من مطالب للتغيير ومطالب للذهاب إلى جزائر جديدة، جزائر كما أرادها الشعب وكما قالها عبر شعاراته ومسيراته خلال 3 سنوات وما زالت فكرة الحراك متواصلة. إذن للعودة إلى هذه القضية وهؤلاء المصابون في أعينهم، نطرح بعض الأسئلة اليوم على ضيوفنا الكرام، جلهم كانوا معتقلين سابقين ولهم علاقات بهؤلاء الضحايا. حميمي بويدر، ناشط سياسي معتقل سابق. حميمي بويدر، مرحبا بك. مساء الخير عليكم، مساء الخير حسين، مساء الخير لكل إعلامي وصحفي المغاربية، ونقول مساء الخير الزول لكل مستمعين ومشاهدين المغاربية في الداخل ومن الخارج. يعطيكم صحة على هذا استمراركم في فتح لنا هذه النافذة للتعبير عن آرائنا بعد يعني ما سكرت علينا كل نوافذ داخل البلاد. شكرا، مرحبا بكم. معنا أيضا يحيى سمش، ناشط حقوقي ومعتقل سابق أيضا. يحيى سمش، مرحبا بك. أزول في اللون، مرحبا بكم، أعطيكم صحة حسين، بارك الله فيكم على الاستضافة هذه، أعطيكم صحة. شكرا. يكون معنا أيضا مرزوق تواتي، صحفي وناشط حقوقي. مرزوق معنا؟ مازال. أنيس مزيان، وهو المنسق الوطني للمصابون في أعينهم أو للمصابين في أعينهم، مازال المراش معنا. وسوف تتدخل معنا أيضا وريدة لونيس، وهي محامية المصابين في أعينهم. مرحبا بكم جميعا. حميمي بويدر، نبدأ بك. ربما يعني هذه الفئة من ضحايا هذا النظام وضحايا الشرطة وضحايا التعسف الأمني في الجزائر، واحد ما راه يتكلم عليهم اليوم، يعني بعد 3 سنوات من ما يسمى بالدوز انتخابات تبون كرئيس للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية، 3 سنوات بعد هذا التاريخ احنا في المغاربية قررنا أن نعيد يعني هذه الذاكرة وهذه الأحداث إلى ذاكرة الجزائريين. كيفاش تشوف يعني 3 سنوات بعد 12 حميمي بويدر؟ أولا نبدأ، أولا نحيي ضيوف انت وعاك الكرام. قبل ما نبدأ نطرق لهذه القضية، تسمح لي حسين، راك ذكرت يعني في التقديم نتاعك هذا الاسبوع، ما نعرف نقولوا احتفلنا ولا احيينا ذكرى 74 سنه بعد الاعلان العالمي لحقوق الانسان في مثل هذا اليوم ديسمبر 48. نحيي تحيه تقديريه وتحيه نضاليه الى كل مناضلات ومناضلي حقوق الانسان في العالم اجمعين، نطموا عندنا في الجزائر، نحييهم بكثير، وخاصة نعبر عن تضامني المطلق على كل المناضلات والمناضلين الذين تعرضوا إلى قمع إلى تعسف من طرف هذه السلطة مؤخرا فقط يوم الجمعة الأخير. الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان فرع بجاية تعرض إلى قمع، تعرض إلى تضييقات، تعرض إلى منع لإحياء هذه الذكرى. لماذا نذكر دائما نقول إحياء الذكرى؟ لأنه أكيد حقوق الإنسان وضعيتها اليوم هنا عندنا في الجزائر والكثير يعني في بقاع العالم وضع مزري وتعيش تعيشه منذ 62 إلى يومنا هذا. تقريبا كل مناضلات ومناضلين الحرية والحقوق في كل مرة يتعرضون إلى هذا إلى 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 هذا النوع من العنف والقمع. نذكر فقط في 63-65 عندما ناض مجاهدين جزائريين
حبوا يخلقوا حزب سياسي، السلطه قابلتهم بارسال دبابات الى تيجيوزو. ثمانينات جزائريين وجزائريات حبوا يديروا محاضره ثقافيه في تيجيوزو، السلطه قابلتهم بالسيارات. 88 التسعينيات 2001 نفس الشيء ثاني ما تعرضنا له نحن منذ بداية يعني الحركة السلمية في 2019 إلى يومنا هذا، وين لاحظنا آلاف يعني من جزائريات وجزائريين تعرضوا إلى قمع إلى عنف رهيب بسبب يعني الخروج للمطالبة سلميا بحقوقهم، سواء حقوق سياسية ثقافية اقتصادية اجتماعية. العشرات الآلاف تعرضوا إلى تحرشات قضائية وبوليسية. اليوم فقط تراه مازال متواجد في السجون الجزائرية أكثر من المئات من 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 المعتقلين بسبب آرائهم، بسبب مواقفهم السياسية وقناعاتهم السياسية. ذكروا على حساب المثال الذين تعرضوا إلى عنف جسدي، هذو الشباب مسكن يعني اللي خرجوا في 2019 وخصيصا في موعد تقريبا موعد الانتخاب بتاع دوز ما سمي بالانتخابات دوز خرجوا سلميا بكل حذرية يعبروا عن آرائهم في رفض هذا الموعد، لأن في الممارسة السياسية قانونيا ما في الدستور تاعهم ولا كل القوانين تاعهم ولا في كل المعاهدات الدولية للجزائر مضات، المعارضة حق سياسي، التعبير عن الرأي المخالف بكل سلمية حق مضمون في كل قوانين سواء الدولية أو اتفاقيات أو قوانين تاع الدولة الجزائرية. للأسف الشديد هذا الشباب اللي خصيصا وقيلا في ثلاث ولايات تيزي وزو بومرداس بويرة وبجاية وكاين على ما أظن من آخرين في وهران تعرضوا إلى قمع وإلى عنف، وين يعني خلاهم يدفعوا ثمن يفقدوا يعني أعينهم، وكاين من اللي تعرضوا إلى إصابات يعني خطيرة. نعم للأسف الشديد يعني لسوء يعني لسوء حظهم بعد 2020 دخلنا في واحد أزمة عالمية هي أزمة الكورونا، اللي ما قدروش أصلا يعني باه يعني انتقلوا من دولة إلى دولة يعني تلقي العلاج من أجل العلاج. وللأسف أيضا لم يتلقوا يعني المساعدات الإنسانية من طرف الدولة. سوف نعود إلى هذه النقطة حميمي بويدر، كيفاش كانت يعني حملة التضامن من طرف الجزائريين من كل أقطاب الوطن ومن طرف الجالية الجزائرية خارج الوطن طبعا. نعود نوليو لهذه القضية. يلتحق بنا مرزوق تواتي صحفي وناشط حقوقي. مرزوق تواتي مرحبا بك. السلام عليكم. سلام الزلف اللون، دونك سعيد جدا ان نشارك اليوم في هذه الحصه. شكرا مرزوق تواتي. رانا نتكلموا على هذه الفئه يعني من الجزائريين الذين تم تعنيفهم، يعني هؤلاء المصابون في اعينهم ضحايا عنف الشرطه الجزائريه وضحايا عنف النظام يعني بصفه عامه. اليوم ثلاث سنوات بعد مرور انتخابات سنه 12 او ما يسميه الجزائريين في يعني في دوز هذه الفئه يعني ما زالها مهمشه، وما زال يعني النظام ينكر يعني كل هذه الاصابات. ما قولكم يعني اليوم وانتم كصحفي كتبتوا كثيرا على هذه القضيه؟ لا غير يا سي حسين، وانا يعني قبيله كنت يعني رجعت بالذاكره تاعي للور الى هذاك النهار بالذات نشفى. درت حوار خاص مع واحد من المصابين هنا في بجاية اللي اسمه عبد القادر ايت عماري، وصيب نهار 12 وجابوه هو من اقبو وجابوه لهنايا لبجاية للسبيطار تاع فرنسا فانون. ومن بعد نهار 16 بعد ما دار العمليه الجراحيه واستعاد شويه الانفاس تاعو بعد هذيك الاصابه الخطيره، رحت عنده درت له هكذا حوار صغير، حكى لي التفاصيل نتاع هذيك اللحظه نتاع الاصابه تاعو. ايماجين واش قال لي. نعم قال لي في هذيك الليله انايا كنت بعد هذيك المناوشات
هو ان جون دو ايفانتو عنده 20 سنه، جون صغير. كي شاف هذيك بعض المناوش تاعك داير صغيره، واش دار؟ دخل واحد الحانوت نتاع صاحبه، قال لي نتخبى هنايا حتى تتكلم شويه الحاله ونعاود ندخل للدار. كي دخل هذيك الحانوت قعد تما ان بون طون، هو وصاحبه على حسب التيمونيج تاعو، ومزالو في لي ريزو سوسيو. قال كي سمعت لو كالم وطح الليل، عم بالو خلاص صاي، عم بالو صاي خلاص تهدنت الحاله، مكافحه الشغب. ولاو للدار وهو يقدر يخرج يروح لدارهم، هو غير هز الكراج خرج لقى ان بوليسي فاس فاس بيناتنا. قال واحد اي خمس اي مترات. قال واش دار في هذيك الظلمه؟ قال انا حال البيستول تاعي ضرب الرصاص المطاطي اني شاه بيان، واعطاها له العين. وي واش نقدروا في هذه نفهموها باللي متعمده. قال باللي كي خرجت ما كانش على بالو حتى لقى مجموعه من الشرطه اون فاس ليه، وما قادرين يحكموه باليد، طفل صغير فانتو ومحصور في الشوكه، محصور عند الكراج ما تحركوش. برك واحد منهم على حسب التيمونيج تاعو خرج البيستولي هذاك تاع البندقيه تاع المخصصه للكارتوش المطاطي، اعطاها له العين. واش نقدروا نفهموا في هذه؟ امون افي هذه عمل بمتعمد، هو عندهم بزاف لي شوا، وهذه الامور تتكرر في عمليات القمع. ماشي شفناها في 2001 وليو يضربوا لي كريموجين، كانوا يضربوا بالرصاص، رصاص الحي. نعم. وشفناها في 88 نزار قال لا غالب ما كانش عندنا لي كريموجين، ما عندنا ما كناش نقدروش الرصاص المطاطي. اسمع لي بدل، ومام دركا حتى دركا في ايران يصران نفس الشيء، يضربوا ناس سبيسيالمون الى العين والمناطق الحساسه تاعهم. امون افي عمل متعمد. راك تسمعني خويا حسين؟ نعم نعم نعم. وما تقدرش حتى ديبوزي بلانت تشكي لمن تشكي. هذا هو ذاك الاشكال اليوم في هذه القضيه. وحتى الضحايا القدم، ماشي الضحايا هذو تاع دوز كاينين ضحايا قبلهم، ضحايا تاع 126 شاب كابيلي ماتوا 2001 اللي اليوم ما كان حتى حق باش تجيبوا لهم. الدوله اصلا ما تقدرش تعترف بهم، لانه الاعتراف فيه تعويض، فيه بزاف امورات. وهما ديما يهربوا للامام، سياسه الهروب للامام. ان اوكران لو كان تقدر تروح تشكي يقول لك شكي ضد مجهول ودوسي كلاسي، وممكن عندك دركا كما كنت نتابع عندك ضيوف محامين يقدروا يطرقوا لهذه النقطه تفاصيل اكثر من الناحيه القانونيه لانهم اصحاب الاختصاص. شكرا شكرا مرزوق تواتي. ريح معنا ايضا يحيى سمش وهو ناشط حقوقي ومعتقل سابق. يحيى سمش مرحبا بك. الزول فلاون، السلام عليكم. سلام اخويا مرزوق تواتي وحميمي، وانت يعطيكم الصحه. يعطيك الصحة يحيى. هذه القضية جوستومون أنت من يعني أطلق صر من ولاية البويرة، الكثير من يعني المصابين ربما من ولاية البويرة أظن، وتيزي وزو بجاية. كيفاش أنت تعرفهم يعني هؤلاء الناس؟ كيفاش اليوم علاقتهم مع السلطات؟ مع هم بطبيعة الحال هم راهم يعني يشوفوا كيفاش يديروا العلاقات مع السلطة ويروحوا للتعويضات، وكاينين منهم اللي طلب أنه يروح يعالج في الخارج. اليوم بعد 3 سنوات من هذه يعني المصيبة يحيى سماش. نعم خويا حسين، هذه الشريحة كما كم الناس تعرف من الناس اللي دفعت الثمن أكثر من أي واحد، باسكو إذا كان معتقل دخل الحبس يخرج من الحبس، ولكن هذو فقدوا عينيهم
12 ديسمبر كاين واحد فقط في 27 نوفمبر اثناء الحمله الانتخابيه نرجع بنفليس البويره قد عينوا ايضا ديبرا بحذا. الباقيه كل تصابوا في 12 ديسمبر في ربعه من ولايه البويره والعشرة الاخرى من مختلف المناطق. هذه الشريحه اخويا حسين قلت لك الشريحه الوحيده اللي دفعت ثمن غالي في هذه الثوره هذه السلميه من جهتنا وعنيفه من جهه النظام. الناس كل تعرف الشيء هذا، لا حقوق الانسان ولا حتى شيء. حقوق الانسان نسمعوها غير في البلاطوات يتكلموا، ولكن في الميدان مختلفه تماما. اذا هذه الشريحه اخويا حسين وقفنا وقفوا الرجال معهم منذ البدايه، درنا الواجب تاعنا كما احنا المجتمع المدني او الحركيين او الاحرار كما كامل درنا الواجب تاعنا وقفنا معهم. كان اللي دار عمليه ولكن عمليه تجميل فقط باش نزيدوا نوضحوا اكثر. هذو المصابين في عينهم ضاع فقدوا البصر ما عادوش يشوفوا، ولكن المطلوب الاستيتيك برك عملية تجميل باش يبان وجههم وما ما تديش تطور الحالة الصحية نتاعهم للأسوأ. طبعا يحيى سماش، معظم في الجزائر للاسف يعني معظم الحراكيين اليوم ما عندهمش حق حتى الحق في السفر يعني والخروج من الجزائر، وهذه مشكلة أخرى. كاين هذه مشكل تاع مغادرة الأرض الوطن خويا حسين. نعم. تعود إلى الشيء اللي كان متابع قضائيا، حراكي متابع قضائيا. أنا شخصيا لو كان نخمم باش نخرج ممكن نلقى روحي ممنوع عليا مغادرة أرض الوطن. هذو الشباب هذو منهم عامين وحنا نجريو باش نجيبوا لهم ترخيص فقط باش يروحوا لتونس. راح واحد مزيغ، راح واحد لتونس دار عملية تجميل ومازال ما كملش العملية تاعو قبل ما ندخلوا الحبس. حنا العام اللي فات خديناه في تونس، لحد الآن ما على بالناش العملية ما كملتش 100%. باقي باش يروحوا لتونس لحد الآن ما عندهمش ترخيص. أوروبا ما كاينش كاع. طلبنا محامين، طلبوا هما كاينين كورديناسيون كريناها في 2020، كرينا كورديناسيون تاع لي زيبورني هذو. قاموا بكل الاجراءات القانونيه ما حتى شيء. كاين ايضا هيئه الدفاع اللي راهي تجري عليهم ديبوزات بلانت. نعم. كونتر واش صرا لهم هذو. طلبوا لهم شي معلومات اللي عندي. العداله طلبت دليل شكون اللي يضربهم، كيفاش تجيب شكون اللي يضربهم. ضربوهم في لي جيميت كيما تاع البويره، كاين مشادات بين الشعب والشرطه، تيرا والشرطه، وين راح تجيب الشرطي هذا اللي ضربوا. هذا هو الدليل اللي راهم يطلبوا فيه باش يعوضوا لهم، سوا ديزون يعوضوا لهم. هذه هي. وان شاء الله احنا خويا حسين مازالنا رانا في الميدان معاهم، مازالنا واقفين نحاولوا. نعم. كيفاش نساعدوهم. جوستومون يحيى، من بين هؤلاء المصابين يعني جريده الوطن تتكلم على جمعي امازيغ 22 سنه سوبفوني بزوان سا فامي، يعني كان يخدم ويعيل الاسره نتاعو مسكين. دحموني الونيس 22 سنه سوفر غرافمون يعني في حاله خطيره جدا. ديب رابح 31 سنه هو ايضا. عمر اوشن هذا اللي اوسبيتاليزي يعني كان يعني في مستشفى بفرنسا. كاين قضيه ايضا او الحاله نتاع جون لازماتيك وعمارة كريم اللي مات الله يرحمه. دونك كاين بزاف يعني حالات هكذا خطيره جدا، ولكن اليوم كما يقولوا بالدرجه يعني ما عندهمش والي يعني اليوم. شكون يعول بهم؟ شكون يطلع فيهم؟ السلطات ما حبتش تسمع لهم. الى متى يعني حميمي بويدر؟ احنا يعني من المفروض تدخل معنا المحاميه وريده الونيس، رانا نتصلوا بها بور المومو ما تحصلناش عليها. حميمي بويدر، اسكو يعني انتم كمناظرين يعني كحراكيين فيه يعني مبادرات يعني
بما ان هذا النظام ما حبش يسمع يعني لهؤلاء للعائلات ولا لهؤلاء يعني المصابون. حميمي حميمي راك معنا؟ حميمي وي راني يعني معكم. وي وي تفضل حميمي. ما سمعتش مليح السؤال، اسمح لي حسينة. نعم مانيش نسمع. ما سمعتش مليح السؤال، اسمح لي. قلت لك يعني هل انتم يعني كحراكيين كمناضلين عندكم مبادرات باش يعني تكونوا الى جنب هؤلاء يعني المصابين، بما ان الدوله ما حباتش تسمع لهم وما حباتش اصلا تعترف بانهم يعني ضحايا الشرطه ولا ضحايا قوات الامن؟ صدقني حسين، انا عمري لا عندي شك يعني في التضامن ومسانده في مختلف يعني المبادرات التضامنيه لمسانده سواء هذا الشباب او يعني القضايا الاخرى يعني منذ الوهله الاولى. يعني قلت يعني في الدخول الاول رغم انه الوقت هذاك مارس افريل 2020 دخلنا مرحله هذيك مرحله الازمه العالميه اللي هي ازمه الكوفيد، يعني كنا تمنينا انه من الناحيه الانسانيه الدوله الجزائريه تعبئ الامكانيات تاعها بتسهل يعني تسهل خروج معظم هؤلاء الشباب لتلقي العلاجات يعني برا. للاسف الشديد يعني بعد ما جوزنا كل هذيك المرحله وين عشنا فيها غلق تقريبا تام يعني ومنع كل التنقلات الخارجيه، يعني للاسف يعني صحيا اكيد هذو الناس تلقاو يعني نصائح من عند الاطباء هنا في الداخل انه لازم يجب عليهم تسريع يعني وقت يعني تلقيهم العلاج والا الصحه تاعهم تزداد يعني تدهورا. للاسف الدوله الجزائريه كدوله ولم يعني عموما لم نرى يعني انها تحملت المسؤوليه يعني ان تقوم يعني بالدور تاعها على الاقل بالدور تاعها من الناحيه الانسانيه. اذا انا لحد الساعه عمري لا احتمل الشك أن دائما يعني الشعب الجزائري وخاصة في الوقت المحن. نعم وتذكروا كاع حميمي حميمي تذكروا كلنا يعني المبادرات يعني تاع تضامن الصلاة في المواقع الاجتماعية والجميع أغلق عينه يعني ودار تصويرة ودارت على يعني كل المجتمع الجزائري أظن في كل الولايات وفي الجالية أيضا، ولكن ربما هؤلاء اليوم يعني الجرحى اليوم حبوا ربما مساعدات يعني حقيقية يعني دي كونكري يعني. صدقني استدير أن على حسب المعلومات اللي عندي يعني يعطيهم الصحة نشكر أولا لعب أرواحهم يعني اللي ساهموا في مساعدة ليس مساعدة البعض من هؤلاء الشباب سواء في الخارج أو في الداخل. أنا عبر يعني موجه يعني والله عبر يعني هذه القناة نوجه ندائي يعني كمناضل كحراكي نوجه ندائي إلى كل القلوب يعني والله كل حراكيين وكل الجزائريين ليقدروا يعني يعاونوا هذه الفئه يعني ما يتوناوش لمساعده هذو الناس لانه اكيد من طول الحال عليهم يعني راح تزداد. نعم. يعني الصحه تاعهم تعقيدا ويزداد يعني تدهورا. هنا نذكر بك نعم حميمي شوف على كلمتك درك نعاود نولي لعندك. يعني يلتحق بنا ديب رابح وهو مصاب في عينه جوستومون من ولايه البويره. استاذ ديب رابح مرحبا بك. رابح الزول السلام عليكم. الزول السلام مرحبا يسك وعليكم السلام ورحمه. ديب رابح رانا نتكلموا اليوم يجتمعوا على الفئه هذه وانت منهم. كيفاش ثلاث سنين بعد ما يسمى بدوز دوز انا 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 تبليت 27 نوفمبر قبل الانتخابات. نعم قبل الفوت 27 قبل الفوت 10 ايام 15 يوم مهم نكون يقرانا نحصل الزرم بلي يا داك راه قبيله نستعرض لكن شي هو هضر الدرجه خير راك نتفاهمني اكو مثلا ما الزمره انا بليتيت 27 نوفمبر قبل الانتخابات. نعم 27 نوفمبر ديال بنفليس لهنا بوراح بيدير ميتينغ ومنا المهم انا بليتيت تما قبل الانتخابات ولحد الان مازال ما درنا والو وكل ما نروحوا ما كان والو ني الفيزا نروحوا نداوي وما كان والو
وثم على المستوى المحلي رابح، وين راكم تروحوا يعني للبلديه الولايه وين؟ نروحوا الولايه ما حبوش الوالي تاع البويره عندنا دوك عامين ما حبش يستقبلنا. اليوم درت له بريه، انا بعث له بريه ديريكت باش يستقبلنا. نعم. وكاين ورديه الونيسه هي اللي تعاون فينا لافوكا هي لحد الان، وعمي يحيى شماس ومصير زيك وما لهم، مازال بعض الفئه يجروا علينا. ما كانش يسمى شغل بزاف الغاشي، ماشي كيما البي بي تما تبليسينا هكذا نروح نديروا تصاور ومن بعد هذوك ما بانوش كاع. بقى يحيى شماس ومصير زيك ورديه الونيسي تما هذو بداو تما مازال هما هكذا معنا واقفين هكذا، مازال هما واقفين معنا. دونك الوالي ما حبش ميم با يستقبلكم، هذه هي. ما حبش يستقبلنا. اليوم درت بريه، انا كتبت بريه المهم رحت مهم بريه اليوم بعثت البريه. واسك كاين منظمات، اسك كاين جمعيات يعني تكتب بهذه القضيه، اسك كاين احزاب سياسيه جاو شافوكم، اسك جاو دي ديبوتي هذو اللي راهم يقولوا احنا ممثلين الشعب جاو يشوفوكم؟ انا رحت الولايه، شوف كل ثلاثه نروح الولايه، كل ثلاثه عندي عامين فوكا، كل ثلاثه نروح الولايه بصح ما حبوش يتقبلوني ميم با. طلعت عند الشاف كابيني حبيت نشوف الوالي، قال لي ايه خلاص ما كانش مشكل بصح ما كان والو. وما هي ما هي المطالب نتاعكم اليوم ديب رابح يعني كونكريتمون فعليا؟ اي واحد أي شوف هذه عين لي راحت، انا راحت لي عيني. نعم. واش مطالب زعما، واش نطلب زعما منهم؟ ما نقدر نطلب منهم والو، مهم لي سونسيال نداوي. نعم فهمت كيف؟ شوف واش يعوض لك زعما، يا راحت لك عينك واش يعوض لك؟ ما يقدرش يعوض لك. لي سونسيال نداوي خاطر ندير لاستيتي تسمى تقول ماشي باش نشوف فيها، حبيت ما تقول ندير لي لابروتيز. نعم يعاونني باش ندير لابروتيز. وما كانش يعني اللي يسمعكم كاع في هذا المجال يعني؟ إذا ما كانش اللي يسمع يعني، ما كانش اذان صاغيه. انا دومونديت فيزا ما عطاوليش الفيزا، رحت حراق حكموني نحاولي دراهم، رحت حراق حكموني نحاولي تسمى شغل الدولي، ضربت 15 يوم في السيلول في وهر في كانستن يتسمى شغل سوفريت الحق باش نروح في البوطي، نروح حراي وزاد يحكموني. يعني اخ رابح يعني انتم في البويره ولا في تيزي وزو ولا في بجايه الناس معروفين يعني هذا يعني الشباب المصاب هذا يعني في عينه، هل الصحافه ما شافتكمش؟ هل جو عندكم صحفيين؟ هل جو عندكم قنوات اذاعات يتكلموا معاكم يحاولوا يعني يفهموا هذه القضيه؟ جو افار بربر تي في حنا نحوسوا تما، جو بربر تي في تما جو حتى الدار أبار بربر تي في ما جا حتى واحد. والصحافة المكتوبة يعني اللي راهم يعني الصحافة المكتوبة جينيرالمون يعرفوا الناس راهم أولاد الحي أولاد القرية أولاد، ما جاوش يديروا معكم لقاءات دي بورتري والو؟ والو ما كان والو، ما كان والو. احنا اللي رانا حاصلين ثلاث سنين عينك راحت باش دير لاستيتيك، باش دير لاستيتيك ماشي باش تشوف فيها ولا دير لوبيراسيون باش يعوضوا لك عين، ولا ثلاث سنين حنا نجريو ما كان والو. نعم اليوم جستمو ثلاث سنين بما انك قلت لفظت بهذا الكلمه رابح ديب، تبون والجماعه تاع تبون جستمو راهم يحتفلوا بثلاث سنوات تاع تبون في رئاسه الجمهوريه طبعا بين قوسين، كيفاش انت راك تشوف الانجازات جوست وراهم يتكلموا عندهم درك سمانه ولا اكثر بور نو با دير دي موا وهما ولا بياس تخرج وتقول انجازات الرئيس ولي زافونسي نتاع الرئيس، وكيفاش راك تشوف يعني انت في هذه الانجازات جوست ثلاث سنين بعد الدوز وانتم مازال ما شافوش ميم با فيكم؟ والله العظيم واش نقول لك، انا ما شوف وليت ما نفهم والو خلاص يتمشوا، انا عييت صح عييت ما قدرتش زعما واش نقول لك هما يديروا هكذا. انا كي نوض ديجا اصلا كونتر هذا الشيء، انا كي نوض كونتر هذا الشيء بصح هما الا ما عنباليش يديروا احتفال ولا ما عنباليش هذاك شغلهم هما، فهمت كيفاه؟ انا نوض مرمامو مع الشعب ما نوضش مع الدوله، باش دوكا تعوض لي الدوله واش تعوض لي؟ واش تمد لي الدوله واش تمد لي؟ يعني الدولة توقف معاكم تداويكم تعطي لكم المساعدات نتاع التضامن، تروحوا الخرج لبرا تداويو كيما راهم يداويو اولادهم والوزارة نتاعهم والمدراء نتاعهم. باش تفهم المير في مسكين ثلاث سنين ما خدمتش، ثلاث سنين غير نتصرف، ثلاث سنين ما خدمتش،
المير اللي طلع لعنده ما يستقبلنيش، انت تحوس على الوالي تقبلك اخطر انا كونتر، انا نشوف كيف ابا كيف يشوفوا فينا، يشوفوا فينا الارهاب ما يشوفوش للاسف. نعم نعم ربح فهمت كيف نعم يشوفوا فينا ارهاب، ما هوش يشوفوا فينا عباد، يشوفوا فينا ارهاب ولا ما عمباليش واش درنا. ما هي الرسالة تاعك اليوم ديب رابح للسلطات ولا راهم قاعد يشوفوا فينا؟ والله السلطات ما نطمع فيهم والو. نعم سلطات انا من عندي ما نطمع فيهم والو. نعم دوك الشعب اللي راه يبان تمشي. ايوا رسالتك للشعب مالا، رسالتك للمشاهدين وللشعب. فوالا رسالتي للشعب ماشي للسلطات، خاطر السلطات ما كان والو. نعم رسالتي تسمى للشعب بلي حبيت نداوي، هذا واش كاين؟ حبيت نداوي كاش واحد يعرف يبعثني تسمى شكون نداوي نروح نداوي، هذا واش كاين؟ نداوي ندير ماشي زعما عين باش نشوف فيها اسيتيك، ندير وحده تاع الزاج كيما يقولوا تسمى تاع الزاج. فهمت كيف؟ تاع الزاج ماشي زعما ما نحوس حتى حاجه، ما نحوس على درامو، ما نحوس ما نحوس على حتى حاجه. اسكو عندكم جمعيه كوليكتيف يعني بيناتكم ولا لحد 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 الان مازال عمي يحيى يسمع شغل يحوس علينا يحيى شماس نشكره بزاف، هو اللي راه يحوس علينا عيطنا مازال يسمع واقف معنا هكذا، بصح يحيى وحده ما يقدر يدير والو، هو اصلا راه بروبليم. نعم نعم شكرا جمعيه ميرسي يا خويا. شكرا ديب رابح يعطيك صحة، كنت معنا من البويرة. كما سمعت أيضا معاناة هؤلاء الشباب وهذه الفئة. مرزوق تواتي راك سمعت ديب رابح يعني، ولكن احنا رانا اليوم أيضا 13 ديسمبر و 12 وانت تعرف واش صار في 12 دوز دوز، راهم يضخموا ويقولوا الإنجازات، ولكن كاين واحد يقول أنه من أبرز إنجازات تبون هي التعذيب، هو القمع، هو جوستومون هذا المصابون، هذا الفشل الدبلوماسي، الفشل السياسي، الركود الاقتصادي، يعني عن اي انجازات راهم يتكلموا مرزوق؟ دليل هو تيمونياج نتاع هذا الاخ ايدي. نعم. اللي قال لك بليك انا ما نستنى حتى حاجه من السلطات ولا من الدولة. حبيت برك قبل ما نجاوب على السؤال تاعك، في واحد الفترة في بداية الحراك كان بالك انت على طلع هذا الشيء، كان واحد كوليكتيف في الخارج كانوا يلموا التبرعات. نعم. وكانوا يبعثوهم الأسر المعتقلين الرأي. نعم. يعاونوا فيهم، كاين عائلات لا غالب كان عندهم يفرض واحد يخدم وداوه للحبس. صح. وبعد وبقى هذاك الكوليكتيف نتاع لي جون دي بينيفول ويخدموا في الخفاء، وبالك اكثريه نتاع الناس هي ما يعرفوهمش، كانوا يلموا بقدرهم ويبعثوهم بكل امانه. هاي إبا هذاك الكوليكتيف الان راهم متابعين قضائيين مزيه راهم كاع متهمين بالارهاب يعني. نعم تابعوهم قضايا الارهاب، قضايا تمويل نعم. الارهاب تولي تبعث دراهم مصيرفه هكذا كما يقولوا حنايا العائله معتقد راي، تولي تمول في 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 في, في, في الارهاب. هذاك الشيء هو اللي خلى الدعم ولا المسانده الماديه تنقص وتختفي. نعم الله غالب كاينين الناس اللي حكيت لهم لهنا بخصوص الانجازات اللي راه يتغنوا بها، يصدقني عندهم عقده، عندهم الان يعيشون في ظرف عندهم عقده. الرئيس عنده 3 سنوات في الحكم ما يقدرش يخرج من قصر المراديه يروح لاي بلاصه يتشن حاجه. نعم. يحط حجر اساس لاي مشروع، ما كانش انجازات، ما كانش ملي مدوز دوز لهنايا غير نحاو فلان جابوا فلان دخلوا فلان الحبس رقاو. نعم. فلان يخرجوا هذاك فلان من الحبس، هذه هي الانجازات. تعديل القوانين الانجازات الوحيده تاعهم انهم عدلوا القوانين لصالحهم، طبعا لصالحهم اكيد. زيروها القوانين القمعيه، ضيقوا كل شيء ما بقاتش.
ففعلا هذاك الشاب اللي ديب اللي قال لك انا ما نستناش حتى حاجه، حتى احنا ثاني كلنا ما نستناو حتى ما شفنا حتى حاجه ايجابيه في هذه الجزائر الجديده. شكرا، يعطيك صحة مرزوق تواتي، شكرا كنت معنا من بجاية. حميمي بويدر، جستمو انت عندك قضية ايضا معتقلين، ايضا بما اننا نتكلم على الحقوق والحريات، ما هي الرسالة حميمي بويدر فيما يخص هؤلاء المعتقلين تاع بني ورتلان؟ ولنا والله العظيم نغتنم هذه الفرصة اليوم، نعم، أنه بنخبر الرأي العام أنه هناك مجموعة من المعتقلين من الصيف اللي راهم متواجدين في سجن عين المان، هما من بوسلام وزرع قبيلة اللي راهم متواجدين يعني منذ أكثر من عام في السجن الاحتياطي. نعم. راح تبدأ يعني جلسات المحاكمة تاعهم ابتداء من يوم الغد 14 ديسمبر 2022. حميمي اسكو دخلوا يعني في إطار المادة 78 مكرر سي صح؟ 87 مكرر. أكيد أكيد متابعين بهذه المادة 87 مكرر. نعم. توضيزوا بين قوسين متهمين يعني لابارتونونس أوماك. إذا نوجه الرسالة تاعي يعني الرسالة يعني الماك فقط أو الماك ورشاد مهمة يعني هذا أنا أظن يعني في خمسة أو في ستة أكون متابعين بالمادة 85 تدر جنايات ماك وبعض الجنايات الأخرى يعني عموما هما متابعين تدر الابارتونونس تدر أكوزي الابارتونونس أو ماك. المهم الأساس ماشي هذا، الأساس أنه المحاكمات راح تبدأ يعني من غدوة. البارح درت يعني منشور عليهم وين ركزت على واحد الرسالة يعني جات يعني من طرفهم هما كمعتقلين ومن طرف يعني عائلتهم، يعني راهم يعني ينشدوا محاميات ومحامو هيئه الدفاع عن معتقلي الرأي والسجناء السياسيين في الجزائر انهم يتمنوا انهم يحضروا ويدافعوا عليهم ويدافعوا على 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 براءتهم، لانه في الاصل هما يعني ابرياء، في الاصل هما نشطاء مناضلين سلميين، ما هم ارهابيين، ما هم يعني تاع مشاكل، ما هم يعني عنفيين. اذا يعني نغتنم الفرصه الى نوجه رساله ليس فقط الى المحامين، الى كل يعني النشطاء والمناضلين انهم يتضامنوا معهم ويوصلوا الرساله تاعهم ويوصلوا الصوت تاعهم، لانه مهما كان كنا نحن في السجن واوصلوا الذين كانوا برا يعني اوصلوا رساله صوتنا. اليوم من واجبنا يعني الاخلاقي والنضالي ان نوصلوا الرساله تاعهم ونتمنوا انه يطلقوا سراحهم ويبرؤوهم من كل تهم ويوليوا الى موليهم، لانه هادو المكان تاعهم بين اهاليهم المكان تاعهم برا ليس في السجون. شكرا، يعطيك صحة كل المعتقلين في شرقي وغربي ووسط البلاد. يحيى سماش، لحقنا يعني ما بقاش بزاف الوقت يحيى سماش، ولكن هؤلاء الشباب كما رانا سمعنا يعني ديب رابح والكثير منهم للأسف راهم يقولوا بأنه الإنجازات ما شفناهمش. يحيى سماش انت كيفاش راك تشوف يعني 3 سنوات من يعني الدوز إلى يومنا؟ خويا حسين لما نتكلم لك انا على انجازات تاع 3 سنين او من قبل 3 سنين، انا نعطيك المثال الامثله على المنطقه اللي راني عايش فيها فقط، نعطيك القصر هذه ولا قطاع قدم خدمه لهذه المنطقه، حتى مستشفى ولا عياده ولا ملاعب للشباب ولا قطاع خدم ولا مكان حتى حاجه. هذا هو أنا نحكم هنا على المنطقة هذه فقط المستحى على مستوى الوطن. إذا كنت تكلمنا عن المشاريع يعطونا واش من المشاريع اللي قدموها. أنا أعطيك قلت لك هنا في المنطقة نتاعنا فقط عندنا مستشفى مجمد منذ 2014 ليومنا هذا، مازال الوعود فقط الوعود، عيادة حتى العيادة ما تقدمش الخدمة للمواطن كما لازم الحال. نعم. الملاعب ما عندناش حتى شيء، المرافق الرياضية ولا حتى المشروع جسد هنا في المنطقة هذه. كي تتهضر على المنطقة هذه نهضرك على مستوى الوطن، المشاريع اللي راهم يحكيوا عليها الشباب هذو، نهضروا على حقوق الإنسان، أين هي حقوق الإنسان؟ والسجون كاينة يحيى؟ نعم؟ السجون كاينة؟ سجون غير هي، سجون موجودة. راهم يبنيو ولا؟ تلقى في الولاية شاك كل ولاية 2-3-4 سجون راهم يبنيو، لان ممكن هما الهدف نتاعهم المصنع الكبير اللي عندهم هما انتاج هو السجن، هو بالك راهم ينتجوا منهم على بالنا. نعم.
شكرا. انا نزيد نكمل لك برك. نعم. حسين بسرعه. نعم. تاع الشباب هذو اللي فقدوا عينيهم قمنا بعده حملات جمعنا لهم مبالغ ماليه داروا باش يديروا العمليه التجميل، لكن كما قال دي برابح يديروا غير تجميل برك باش بلاصه هذيك تاع العين تحكم روحها تتبين. نعم. انسان يبانه لكن ما تكفيش ما كفاتش ممكن يعالج واحد ولا زوج. قلت قبل ما ندخلوا الحبس بعثنا مزيغ هذا لتونس دار عملية تجميل، ولكن عملية هذه تطلب لقاءات طبية زوج ثلاث قطاعات. شكرا شكرا يحيى سماش، انتهى الوقت يعطيك صحة. شكرا لحمامي بويدان مرزوق تواتي لربح ديب، وللأسف ما تحصلناش على وريدة الونيس. شكرا لكم متابعينا، إلى الملتقى إن شاء الله. قيمة دينا، السلام عليكم.